السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا نردوا على بالشيخ، خاطش معروفين نهار اللي جا نعقلوا هذه القناة اللي ما عندها لا ثقافة لا حوار لا تكوين لا إعطاء حلول، ما كان والو. شنو كيفاش يعايروا الناس، كيفاش يقصفوا الناس، كيفاش ما يبغوش جزائري يجي يلعب في الفريق الوطني الجزائري مغترب. وين هذه نقولها لمحمد شيخي، نقولها لك محمد شيخي، قولها لهم هذه. ماكسيم لوبيز 2016 كانت عنده 17 عام، قال لهم نلعب في الجزائر. 17 عام قال لهم نلعب في الجزائر، ما خممش. 17 عام قال لهم نلعب في الجزائر، ما دارش الجزائر دوزيام شوا. ادم الوناس ما دارش الجزائر دوزيام شوا، ادم الوناس ما دارش الجزائر دوزيام شوا، جا الجزائر برومي شوا، جا الجزائر. بن طالب جا الجزائر برومي شوا، ابراهيمي في غولي غلام سانتيتيا دارت له كاع الصوالح باش ما يروحش يلعب في الجزائر وجا الجزائر. نعقلوا لك يا بالشيخ، نهار الكلمه تاعك المشهوره تاع ما تقولوش هذوك وليداتنا، وليداتنا هنا كاين لهم ضربه تاع بنزيه، مازال كاين لي فيديو تاع ميدو التصويره تاعو قاعدو تهضروا عليه. فانيك وليت دير كيما هكا؟ قلت لهم كو عيطت له فرنسا يروح لفرنسا. لو كار ينعقل بوحنيكه قال لك لا مصالح، يجوا هنايا سوسي، يجوا هنايا من اجل المصالح. تاع اليوم راك طايح على واحد ما يسمعش بيك، انت راك تسمع به هو ما يسمعش بيك. هذا حنا نشاهدوا عليه 16 عام قال لهم نجي نلعب في الجزائر، حنا الجزائريين نشاهدوا عليه. بصح انت الحق ما تقولوش، انت الحق. كويسي ما يعرفش، يا كويسي ما تعرفش تكون جمله، ما تعرفش تهدر، ما تعرفش. الشيخي اش قال لك باللغه؟ مي قال لك هدر لي على ماكسيم باللغه، ما عرفتهاش. جو تحلوا، عيب على بالكم، عيب على بالكم، على بالكم انتوما عبء للجزائر، انتوما ذي القناة عبء للجزائر. ماشي باغي، علاه ماشي باغي ماكسيم لوبيز يجي؟ علاه؟ شيتا الدراهم ما يولوش كاينين، بوداوي نعايجي ماشي باغيين ماكسيم لوبيز يجي. ماكسيم لوبيز مدربين عالميين اللي مازالوا يخدموا دروك في التيران، ماشي كيما انتوما تخدموا في طابلة والتويغ باطل، طابلة والتويغ. حنا كي شلنا بالشيخ، بالشيخ حنا نسيناك كاع، بالشيخ تا نسيناك، مكانش كاع. مي شلناك شلناك في طابلة والتويغ، مكان تا حلول. حنا على بالنا راك تدافع، راك تقول لهم بلي هذا الله يجعل لي جو. كيما قال لهم كويسي، قال لهم دايرين الجزائر دوزيام شوا، انتوما دايرين الجزائر دوزيام شوا، انت وبالشيخ وكاع انتوما كاع. كاع نتوما الصحافه وكاع دايرين الجزائر دوزيام شوا، خاطش علاه؟ مين يقولوا لك على المغرب يتلعب باللاعبين المحترفين، مين يقول لك على المغرب؟ لا خير منا، لا 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 لا. يقول لك على مصر، لا مصر حاضره، الجزائر دوزيام شوا، مروك جزائر، تونس جزائر دوزيام شوا. وين ما يروحوا دايرين نتوما دايرين الجزائر دوزيام شوا، انت بالشيخ وجماعتك دايرين الجزائر دوزيام، دايرينها في الصف الثاني. عمركم لا درتو شتكم درتو الجزائر في الصف الاول، عمر لوتو الجزائريه الاولى، دائما ديروا الجزائريه الدوزيام. تهضروا تحاربوا، كنت تحاربوا في لاعبين، تحاربوا فيهم من اجل ماذا؟ علاه؟ انا نقول للشعب الجزائري علاه بالشيخ بدا يطير منا ومن علاه 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 دروك هو راه يشوف فيه شيتا، يشوف فيه صندوق تاع دراهم، يلعب في ليكيب ناسيونال. خاطش علاه جا ماكسيم لوبيز؟ كيما انت قلت لهم الى جا عوار بن طالب وطايدان يروحوا يرقدوا، الى جا ماكسيم لوبيز وجا عوار هذو تاوعك لهنا، هذو تاوعك هنا، قول لهم يخدموا كوردوني يخيطوا الصبابيط ليكيب ناسيونال. الى جا فانيك، الى جا ماكسيم لوبيز، وانا نقولها لك، انا نعاود نردها لك انت كيما رديتها. حنا مع اللعاب المحترف، خاطش نتوما كي تدافعوا وتحوسوا هذ اللعابه ما يجوش، وتدافعوا اللاعبين المحليين على جال المصلحه تاعكم برك. بصح حنا كي نقولوا بلي ماذا بينا ماكسيم لوبيز يجي، ماذا بينا عوار يجي، على جال المصلحه تاع ذا الاعلام وتاع الجزائر.
ها باش انت خارج مليح في راسك. ثم ماذا بكم الجزائر تولي اكثر من سوريا، ثم في رسالكم الجزائر بغينا تولي اكثر من سوريا. ثم نقولها ونعاودها، كاين اللي الناس راهم يحوسوا على الجزائر تولي اكثر من سوريا، بصح هيهات هيهات الجزائر تولي كيما سوريا ان شاء الله بربي، ان شاء الله باذن الله. قعدت علاه ما عندكم زا النيف دايرينو غير المشوار. ما نورمالمون هذاك بن شبيري على بالك تاع اعلامي، مالغري اعلامي جابوك دخلت في البالون، نتايا سبيسياليست تاعك البوكس. انا نعرفك تتريني في قورسو، في عند خو الصاله تاع ولد خو الحاج محمد راوراوا في قورسو تريني عنده بن شبيري. راني نقول لك على بالك باللي ماكسيم لوبيز مي كانت عنده 16 عام قال لهم نلعب في الجزائر، وخوه كانت عنده 17 عام لعب جا 2009 لعب هنا في الجزائر. مين قالوا له كيما كويسي قالوا كيما اه لا خوه جا هو لا يبغوا الجزائر. انتوما ما تبغوش الجزائر، انتوما صح ما تبغوش الجزائر، انتوما صح تبغوا امكم فرنسا، انتوما امكم فرنسا. كنت بكري تقول لهم الجزائريين مستعمرين هنا بفرنسا، انت مستعمر بينت عيت شاد 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 وبينت انت داير الجزائر دوزيام شوا ولدك يا رب العالي. انت كنت تقول بلي هادو ما يبوش الجزائر، انت بالشيخ كنت تقول بلي هادو ما يبوش الجزائر، يجوا من اجل الدراهم. صح قلنا صح. جات قالوا لك ولدك يلعب مع الجزائر ولا مع فرنسا؟ قلت لهم لا جو بريفير يختار فرنسا. انت قلت انت كنت تحارب فيهم، قلت لهم ما يبوش الجزائر وانت ساكن هنا وتدي 22 مليون في الشهر تاع لاتري تاع السوناطراك تاع ان كادر في السوناطراك اللي عمرك لا قريت، وتدي تاع خلصه تاع واحد اللي خانز من راسه، وتدي مع صحيح تدي في الهداف وفي المولوديه كنت تدي 80 مليون تاع القلب، الفريق تاع القلب، فريق تاع القلب، فريق القلب مسكين، فريق القلب ها اللي يجي يكذب علينا، فريق القلب، فريق تقاشير، فريق الكرعين، فريق الركبه، كل واحد شي يقولنا. سمحت في المولوديه، تجوش تكذبوا علينا، احنا نعرفوكم كويسي، راك فماك راك تاكل الكسره، لازم تمشي في السيستيم. عمرك على بالي انا هذاك البروغرام تاعكم نعرفه شي خير اخر، تمشوا في السيستيم، تهرس معانا ولا ما هرستش ديغاج، يقيسوك الا ما هرس ديغاج، اللي يدخل في مكان القناة تاع الهدف لازم يمشي في السيستيم. مزور تعقلوا نهار اللي راح للهدف شا قال لهم؟ قال لهم انا كون بالشيخ يعطيني نروح نشيلوا الدخان، نحترمه هذا حاجة كبيرة ونحترمه. راح للجزيرية ولا معزان قال لهم بالشيخ ما كان والو، عصاد على ما يجيبوش، عصاد طاح فيه بوحنيكة بالكف طاح فيه على ما يجيبوش، او يهضروا على عصاد. عصاد قال لهم لا فرقاني خان بالشيخ، هذه قهوه تاع غوستو، هذه بنادم واحد عنده قريب 80 عام قاعد توغ علينا، قاعد وحدك توغ على تبع في دراري صغار، ولدك كبير عليه هذا شحال عنده هذا ماكسيم لوب عنده 19 عام، ولدك عنده 32 عام، صدامي عنده 32 عام، انت ولد بنتك هذا ولد بنتك، هذا ماكسيم لوبيز ولد بنتك قاعد تهدر عليه، انت تيش تولي انت مازال ما فهمتش روحك ولا كيفاه؟ بالشيخ مازال ما فهمتش روحك؟ هدرتك كاع راهي دور فماك، مي تحلو الباب تروح تدخل في الطواليت. راه جاي واحد الوقت ما تبقى لا انت لا دي قناة الهداف، راهي جايه ومشي بعيده، والله ما تبقى تا قناة فيكم مودي، والله ما يبقى وجوه الشر ما كان شي، والله لا ولاو غير مراسم برك، هي الجدر الصحيحه تولي عقل عليها. اش راني نقول لك؟ خاطش نتوما وجوه الشر، نتوما لكم مصري الجزائر في هذا الصوالح بسببكم، نتوما قلعتوا الثقه كنت نهضر فيها في 2014، قلت بلي هادو راهم يقلعوا الثقه من المواطن الجزائري. شو الجزائر كي راهي؟ الجزائري ما راهي يأمن في تا حاجه، ما راهي يأمن في تا حاجه. شو كي راهي؟ عرفت شو كي راهي؟ تبغوها كيما هكا ولاد الكلاب، اولاد فرنسا باغينا كيما هكا، بصح كاع يجي نهاركم ان شاء الله بربي، كاع يجي نهاركم ان شاء الله. خاطش علاه؟
تدفعوا في اللعابه باش يروحوا لفرنسا، تدفعوا فيهم، تدفعوا فيهم. لي فرنسا اللي باكم ساكتين راهم تاكلين عليكم انتوما، تدفعوهم هذ اللعابه يروحوا يلعبوا فرنسا. انتوما عندكم الشامبيونات تاع كوكايين، هضروا على الكوكايين، هضروا على المخدرات البريم، وهضروا على الشراب الجواره هذو تاعكم، وهضروا على الشيشه، وهضروا على الفساد الرياضي اللي رانا فيه، الفساد الرياضي اللي رانا فيه. تهدرش على لوبيز، تهدرش على لوبيز، لوبيز جاي يرفد لك علامك يا واد الحمار، لوبيز جاي يرفد لك علامك. لوبيز ما انت ربيته ما صرفت عليه. لوبيز الغيره تاع امه هي جايبته للجزائر، الغيره تاع امه، امه جزائريه جايبته للجزائر. تحيه الجزائر.